استاذ فلاح، اريد اسالك من اخر المستجدات. يعني السيد عمار الحكيم في المملكه العربيه السعوديه، صراحه انا اشوفها خطوه ايجابيه انه نلتفت الى عمق العربي بعيد عن التثوير ونظريه المؤامره اللي كانت للاسف من اطراف معينه. انا والله اثني على خطوه السيد عمار الحكيم ان يذهب الى المملكه العربيه السعوديه. زين، يعني زين توجه عربيه، شو تقول انت بصراحه؟ نعم، يعني هو انا اتفق معك باهميه العوده الى العمق العربي من قبل العراق، لأنه بالنتيجة إحنا حقيقة يعني لا يمكن أن نتنفس ولا يمكن أن ننمو ولا يمكن أن نعيد تكوين العراق، العراق الواحد، العراق المتماسك، إلا من خلال دعم عربي يؤمن بعراق قوي وعراق صامد وعراق قادر على أن يحضر في الحوار الدولي وفي الحوار العالمي كما كان. يعني العراق بلد قوي وجبار، لا يعني قوة بالجانب العسكري، يعني بالجانب الفكري، بتاريخه، بامتداده، بعمقه الثقافي. العراق بلد منتج للعقليات ومنتج للكادر البشري النوعي، فيتكامل مع عمقه العربي. لا بأس أن يقيم علاقات مع جميع دول الجوار، لكن مع العمق العربي هنا الموضوع مختلف تماما. بخصوص زيارة السيد عمار الحكيم، وقد جاءت بعد ساعات قليلة من انعقاد لقاء الحوار مع السيد الكاظمي، يعني الإشكالية هنا يعني ما هي دوافع هذه الزيارة؟ لابد أن نبحث في دوافع هذه الزيارة. السيد الحكيم أشار إلى أنه سيسأل عن أطفال اليمن وعن كيفية أو زيارة القطيف، و يعني بالضبط المناطق الشيعية الموجودة في السعودية. والله بروتوكوليا انت استاذ، أنا شخصياً هذا ما ممكن بروتوكوليا، ما ممكن. يعني انا احنا انت سيد العارفين، لا لا لا، بس يعني ان تطلب زيارة اي مدينة، لان التدخل بالشأن الداخلي ما ترى. لا، ما هو ممثل لدولة، هو رايح ممثل لشخصه كونه هو زعيم سياسي لكتلة سياسية او تيار الحكمة. لكن حقيقة أنا أريد يعني أن أستغل هذه المناسبة أن أقول أني زرت الطائف، يعني زرت المناطق الشيعية، كنا في سفرة إلى الدمام، ومن هناك أخذونا ضمن وفد كان به عدد من الأخوة العراقيين، يعني ومنهم الأخ عاصم جهاد والدكتورة سلامة سمياسين، ورحنا زرنا هذه المناطق كلها. وجدنا أن الناس اللي تسكن القطيف والإحساء يتمتعون بحياة يعني من حياة نظيفة ومرتبة ومعيشة ممتازة جدا، يعني أفضل بكثير مما يعيش العراقي في العراق، سواء بالنجف أو في كربلاء والناصرية أو كركوك أو الموصل. فأنا أطمئن السيد الحكيم أنه الجانب المعيشي عايشين بشكل جيد جدا. أما سؤال عن أطفال اليمن، اليوم حقيقة عندنا إحنا مخيمات نازحين، وعندنا أطفال مرضى بالسرطانات بالبصرة وبالناصرية. يعني الأجدى حقيقة بالسيد، يعني لا بأس إنسانيا أن يشارك أطفال اليمن معاناتهم، لكن الواجب أن يزور أطفال العراق في الناصرية والبصرة ويتفقدهم ويقف إلى جانبهم ويطالب بحقوقهم. ومن هنا حقيقة تبدي التساؤلات، إذا كانت هذا الموضوع كله غطاء لدافع سياسي آخر، أو الطلب من السعودية بعقد مؤتمر والضغط على السيد مقتدى الصدر وتشكيل مؤتمر بما يشبه مؤتمر الطائف الذي أنتج هذا النظام السياسي في لبنان، أي نظام سياسي متخلف، إذا تسمح لي، متخلف، نظام سياسي متخلف وهو متخلف جدا طبعا. اي نعم، برافو عليك. تمام، لهذا يعني اعتقد هذه خطوه ليس بحاجتها العراق، اذا كان هذا الهدف السياسي من الموضوع، لانه احنا نقرا ونؤول الاشياء حقيقه.